ما سألتش نفسك في يوم من الأيام ليه ممنوع البكاء في الفضاء الخارجي؟ خليني أقولك إن قوة وتأثير الجاذبية هتمنع دموع عينيك إنها تنزل وتتراكم بالشكل ده حوالين عينيك، وكمان مش هتعرف تمسح الدموع دي غير بمنديل أو بمنشفة. أما لو أنت تعرضت للبكاء وأنت لابس بدلة رواد الفضاء، فمن المستحيل الإمساك بالمنشفة والوصول للوجه لمسح الدموع، وفي الحالة دي رائد الفضاء بيكون غير قادر على الرؤية. لا يجب عليك أن تكون حساسا في الفضاء. ما سألتش نفسك في يوم من الأيام إيه اللي ممكن يحصل لو الأرض بطلت تلف حوالين نفسها لمدة ثانية واحدة بس؟ خليك عارف ان الارض بتدور حول محورها بسرعة 1700 كيلو متر في الساعة، وبتدور حوالين الشمس بسرعة 110 الف كيلو متر في الساعة. ايه اللي هيحصل بقى لو سرعة الارض دي بقت صفر فجأة؟ ببساطة اي شيء مش متثبت كويس هيطير في الجو بسرعة مئات من الاميال في الساعة. يعني لو انت في الشرق هتطير في الغرب، والكلام ده بينطبق عليا وعليك وعلى الحيوانات وعلى كل شيء موجود على الارض، غير موجات تسونامي اللي هتغرق جزء كبير من الارض والزلازل المدمرة، وكل الاحداث دي هتحصل خلال الثانية دي. فما تنساش تكتب في كومنت سبحان الله وتعمل لايك وتشترك في القناة. يا ترى هتشوف ايه لو حطيت ايدك تحت الميكروسكوب؟ لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك، وتعالى نشوف مع بعض. ما تنساش بقى تكتب في كومنت سبحان الله وتعمل لايك وتشترك في القناة.